السؤال الثاني: جامع الصالح هو أكبر جامع في اليمن، بني حديثا وجاء اسمه نسبة إلى الرئيس اليمني الراحل الشهيد علي عبد الله صالح الذي بني في عهده. يقع الجامع في العاصمة صنعاء على مساحة قدرها 222,500 متر مربع، وتشمل المساحة مبنى الجامع وكلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية. يتميز هذا الجامع بست منارات فريدة ذات تصميم خاص، ويتسع ل45,000 مصل. وقد روعي في تصميمه إبراز الطابع العمراني اليمني، لا سيما في المنارات والواجهات الحجرية. قدرت تكلفة بناء الجامع بحوالي 60 مليون دولار. في أي عام افتتح جامع الصالح؟ في عام 2010، في عام 2008، أم في عام 2009؟